مرحبا، اليوم رح أحكي لكم عن مكان كلكم بتحبوه، وكل مين كان يسافر من المدن الجنوبية للمدن الوسطى والشمالية أكيد وقف عنده وأكل وتحلى وحمل هدية. عرفتوا؟ إيه، هريسة الطيبة. طيبة هو محل هريسة بأول مدينة النبك بريف دمشق. كل مين مرق على أوتوستراد دمشق حمص عبر مدينة النبك لابد أنه وقف عندها. بس يا ترى شي مرة فكرتوا شو قصة هالمحل وكيف بلش؟ خليكن معي لأحكي لكم. بسنة 1974 فكر شخص اسمه يوسف الحوز هو وولاده يعملوا مشروع صغير بمجال المطاعم، وإجت فكرة محل هريسة من أنه مدينة النبك مشهورة بصناعة هريسة السميد. وفعلاً بلش المشروع باستراحة بسيطة على طريق أوتوستراد حمص دمشق، وقدروا من خلال هالاستراحة بفترة كتير بسيطة يثبتوا جدارتهم بصناعة الهريسة وغيرها من الحلويات وبعض الأطباق السورية البسيطة كمان. وكانت من البداية استراتيجيتهم أنه يصنعوا المنتج كامل قدام الزبون لحتى يكسبوا ثقته. وبعد كم سنة صار عدد الناس اللي يزوروا الاستراحة يزيد، مشان هيك صار من الضروري انه يخطوا خطوة جديدة باتجاه توسيعة المحل ليستوعب زوار الاستراحة يلي عم بيزيدوا يوم بعد يوم. وفعلا كانت التوسعة الاولى للمحل سنة 1991، وترخص وقت المحل تحت اسم مطعم طيبة المنورة. استمر أعداد الزوار بالازدياد لحتى عملوا توسعة تانية بسنة 2003، وبهالتوسعة فصلوا المطعم، مطعم الوجبات السريعة والحلويات والهريسة والكعك، عن مطعم طيبة الكبير الأساسي. هالحكي كان بسنة 2008. بسنة 2011 تسكر مطعم طيبة بالنبك وفتح عدة فروع برا سوريا، على أمل أنه ما يكون هالشي نهاية حكاية طويلة لما كان يمكن ما في سوري ما جربه وحبه.